وجبه راح تكون تقريبا احنا كوجبه في بالنا ما يتجاوز كشعب واحد لين في هذه المرحله انتقاء تام راح يكون حدود 25. اليوم احنا حقيقة سعداء جدا، اولا بتشريف الاخ جواد الشهيلي والدكتور صلاح والاخوان اللي وياهم، وسعيدين ايضا بافتتاح معهد المدققين اللي هو يعني انتقالة كبيرة، وحسب ما افتهمت من الاخوان انه احنا هذه تجربة جديدة يعني من أجل الارتقاء وتخريج ناس مهنيين في هذا الاختصاص المهم اللي يهم الحقيقة العراق بأكمله. أيضا نشكر جهود الأخ أستاذ مقدام مدير الرقابة المالية، كان له جهد كبير أيضا في افتتاح هذا المعهد في الموصل، يمكن هو المعهد الثالث يعني عندنا بالنجف وبغداد والموصل فقط، وأيضا الدكتور بديع رئيس جامعة الحدباء. نتمنى كل الخير وإحنا مستعدين يعني حقيقة للتعاون بدون حدود مع كل صروحنا العلمية اللي موجودة ومع كل ما يفتح آفاق رحبة وجيدة في رفد العراق بخبراء. يعني من السعداء اليوم بحضورنا في هذه المحافظة العريقة الكبيرة وافتتاح من أهم المعاهد الموجودة على مستوى العراق. شكرا جزيلا للسيد المحافظ والدعم الذي قدمه لافتتاح هذا المعهد المهم، ونعتقد أنه سوف تكون هذه الخطوة هي خطوة حقيقية لبناء كوادر مؤهلة في عملية التدقيق الداخلي. اليوم هذا المعهد هو الأول على مستوى العراق وبقيادة السيد رئيس ديوان الرقابة المالية السابق دكتور صلاح نوري، والذي أصبح هذا الصرح باعتقادنا سوف يجعل من هذه المهنة مهنة متقدمة على مستوى حتى على مستوى الوطن العربي، على اعتبار هذه التجربة خطة بأنام العراقية وبمستوى قانون أقر لهذه هذا المعهد، ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن يتم هذا بنجاح واسع وأن ينتقل إلى باقي المحافظات وليس على مستوى محافظتي النجف والموصل، وإن شاء الله قريبا نكون في محافظة أخرى من محافظات العراق لافتتاح فرح هذا المعهد إن شاء الله.